مصلحه الاستعجالات هي كان عندها حصه اسد ب 33%، ثم الامراض المعديه وامراض الجهاز التنفسي. وهذا ربما يعطينا فكره على المصالح الاكثر تضررا والاكثر مواجهه خاصة الاستعجالات. علاش في بداية الأمر أنا قلت أنه حتى بدون جائحة كورونا الممرضين والأطباء أكثر عرضة وخاصة الاستعجالات. هنا لو كان يعني هذا فقط اقتراح، لو كان ربما المقارنة ما بين الاستعجالات وباقي المصالح لكانت ربما تكون كذلك مفيدة، لأن الاستعجالات هم اللي في الواجهة. يجيهم اللي مقطوع ذراعه، يجيهم اللي محروق، يجيهم اللي كذا، اكثر عرضه للصدمات، اكثر عرضه للانهيارات، اكثر عرضه للضغوطات الى اخره. كذلك كل الجداول ما فيهاش المجموعات، وهذه ماش عارف، كل الجداول ما فيهاش المجموعات. امر اخر هو قلنا ونعاود نضيفه، هو يعني الطالب مشكور على انه تقريبا كل الحيثيات تاع الدراسه الاستطلاعيه ذكرها